اهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل مسك الختام للحلقه وللاسبوع كله، فقره السوشيال ميديا، ومنورنا الكاتب الصحفي والصديق العزيز استاذ سامي عبد الراضي، نجم التليجرافات المصريه. مساء الفل. مساء الورد. مساء الفل عم تقول، منور الدنيا يا حبيبي. ربنا يعزك يا حبيبي. وبعد الشر عنك، يعني انا جات لي رساله في الفاصل، عينك مالها او عيني الاستاذ تامر مالها؟ الحمد لله رب. ف يعني يا ريت، انا عارف انك اتكلمت بس برضه الحمد لله قدر ولطف. ده ضغط العين لما بيزيد شويه كده، فربنا من رحمته ومن لطفه عامل شعيرات دمويه صغيره كده ممكن تنفجر علشان تفش وتاخد تسحب ضغط العين، تفرغ الضغط عشان ما تاثرش على قاع العين او جوده العين يعني. فالحمد لله قدر ولطف، وان شاء الله يعني بعد الشر عنك الحمد حبيبي، لله. الف سلام عليك. وفرصه برضو ان انا اطلع لكم بالعين الحمراء. اوريكم العين الحمراء. الف سلام يا ربنا يعزك يا حبيبي. تسلم تسلم. تليجراف مصر عامل ايه؟ بخير الحمد لله. عارف انتوا عاملين شغل ممتاز، وكل يوم بتاخدوا قدم وخطوات ممتازه ان شاء الله. ربنا يكتب لكم الخير والتوفيق يا رب. يا رب يا رب. شكر. قول يا باشا، ماذا لديك هذا الاسبوع عن جراب السوشيال ميديا؟ جراب السوشيال ميديا يمكن طلاق وجواز الفنانين وطلاقهم اكتر، هو اكتر حاجه بتشغل بال المصريين والمتابعين في بره مصر وجوه مصر. صح. تمام. فما بالك بجواز كان فيه ياسمين عبد العزيز بجمالها وقوتها وحب الناس ليها. ياسمين يمكن من الفنانات القليلين اللي محبوبين بشكل صح. كبير جدا قريبين جدا قوي جدا للناس. جدا قريبين للناس. صح. بسيطه وشعبيه، ولا عمرها عملت مشاكل، ولا عمرها عملت ازمه، ولا عمرها زعلت حد، ولا صحيح. زعلت جمهور، وحتى صحيح. شغلها في السينما والتلفزيون جميل جدا. لا، اقول لك عنصر اساسي من وجهه نظري المتواضعه مخليها محبوبه وقريبه من الناس، انه رغم خفه دمها وانها متحرره ومتحركه بس محترمه في ادوارها. ده اكيد. عمرها ما عملت مشهد خال مخل ولا حاجه الناس تاخده عليها اخلاقيا. ده اكيد. منى ياسمين انا بقول منى زكي لان هما كانوا قريبين من بعض، وانا اشتغلت في الناس له 6 سنين، فانا اسف. كانت منى وياسمين هما الاثنين في مسرحيه كده اوكي مع بعض، وانا كنت مقرب جدا في هذا التوقيت. تمام. من منى وياسمين. المهم ان ياسمين طلاقها مع احمد كان مجرد قنبله في الوسط الفني. صح. بسبب الدراما اللي احيطت حواليه. الطلاق تم في يوم عيد ميلاد ياسمين. الطلاق تم بعد 12 ساعة من احتفال ياسمين بعيد ميلادها. الطلاق تم بعد مناوشات خفيفة استمرت 13-14 يوم من ساعة الحفلات المرتبطة بافتتاح فيلم الاسكندراني لأحمد العوضي وعصام السقا والمجموعة، يعني الحاجة الجميلة بتاعت أسامة نور عكاشة الله يرحمه. المهم إن ياسمين النهاردة امبارح هي أعلنت، وكان صدمة للجمهور. الناس قالوا دول بيهزروا، لكن ياسمين ما بتهزرش. بعدها بساعة أحمد كتب على صفحته إن الأمر ده حصل. النهاردة في الساعات الأخيرة يا أستاذ تامر، النميمة في هذا الملف بتبقى مزعجة قوي. اتطلقوا ليه وسابوا بعض أصله وفصله، في فنانة كبيرة وفنانة صغيرة. أيوة. والفنانة دي مش عارف ليها سوابق، والفنانة دي طب ما تسكتوا سيبوا الناس طالما هم بشياكة شديدة. يعني هي اعلنت ياسمين واحمد قال، والجرأه على الدخول الى طبعاً اسرار البيوت، وللاسف ناس كتير كمان تبجحوا ودخلوا في الاعراض. طبعا طبعا. شيء الحقيقه انا مش عارف الناس بتسمحوا ازاي، رغم ان لو حد قرب من باب بيتهم بياكلوه، يولعوا الدنيا بياكلوه، فبيسمحوا ان هم يعملوا اللي ما يرضوش تعمل معاهم. طبعا. ياسمين كتبت، احمد كتب انه يبقى الاحترام والتقدير، تم الانفصال رسميا او الطلاق رسميا، يبقى الاحترام والتقدير بين الاثنين. من امبارح بالليل لحد النهارده الساعه 5 كل الكلام على فنانه دخلت في النص واخترقت هذا الجدار، وهي اللي فرقت. تمام. ياسمين بكل شجاعه النهارده كتبت بوست جديد لجمهورها، مش عارف على فيسبوك ولا انستجرام. فيسبوك. قالت فيه يعني فيما معنى، اقسم بالله العظيم ان احمد، وده انستجرام، اشهد امام الله ان هذا الرجل لم يخونني خلال 5 سنين جواز، وانفصلنا شيء قدري مش بايدينا. خلصت كل الكلام وحسمت كل القصص. طب انت هنا كده يا استاذ سامي،
هي مدارس بس انت من انصار انها كانت ترد. في ناس يقول لك وخلاص هي اعلنت الطلاق المفروض المخابرات قفل لانها لو فتحت باب الردود مش هتخلص. هو كان المفترض ياسمين بعد ما اعلنت خبر الطلاق تسكت وتقفل الصفحه، مش كده؟ واكيد انا من انصار المدرسه دي. اللي هو نجمين كبيرين زي ياسمين، طبعا ياسمين في مكان لوحده، واحمد نجم ايضا في السنوات الاخيره، صاعد وهو طبعاً وحقيقي وحقيقي هو استفاد كتير من اسم ياسمين عبد العزيز. كان مفترض ياسمين تسكت، والترند كده كده زي الموجه العاليه هينزل وينبطح، ولكن هي ممكن تكون حبت تسند احمد، لقت الهجوم عليه ربما ماشي. ربما بس انا قصدي ان فتح الباب للرد على الشائعات والاكاذيب باب لا يقفل. طبعا طبعا. فخلاص انت كده شجعت، طالما بتردي يبقى مش خيانه. طب ايه بقى؟ طب مش عارف كذا، طب كذا، وهي مطالبه ساعتها ترد، لان لو ما ردتش يبقى اللي هم بيقولوه صح. مظبوط. فانا من انصار عدم الرد. هو طبعا رقم واحد جوه البيوت احنا ما نعرفش ايه اللي بيدور. احسنت. دي رقم واحد. أحسنت. رقم اثنين، هي ياسمين صاحبه القرار في الرد. انا ما اقدرش اقول لها رديت ليه او ما رديتيش. لا طبعا حر اسالك عن رايك انت. انا لو انا مكانها لا قدر الله يعني مش هرد، لكن كل واحد حر طبعا في التصرف. انا خليني اقول لك ان احنا نزلنا كاميرا علشان نسال الناس في الشارع رايهم ايه. احنا ياسمين نجمه كبيره جدا ومحترمه جدا زي ما سعادتك تفضلت، فاحنا نزلنا كاميرا في الشارع يوم ايه في الطلاق. يعني نزل زمايلنا عبد الرحمن ومحمود وشباب متدربين لسه طلبه في الجامعه. انا من ضمن الناس اللي سجلوا وقالوا رايهم في طلاق ياسمين واحمد العوضي، جبت لك رد مختلف تماما من بره القطر المصري. سيدة كونغولية من كونغو سجلت معانا ووجهت رسالة لياسمين عبد العزيز والأحمد العوضي، بدعوك وبدعو مشاهدي آخر النهار يتابعوها. لسه أنا سامعه حالا. وعلى فكرة أنا من كونغو وبحب تمثيلياتهم قوي، بحب مسلسلاتهم قوي. اخر السنه اللي فاتت برضو تابعت المسلسل اللي هم كان شغالين فيه ومتجوزين بيحبوا بعض ده، يعني عجبني. يعني انا زعلان ليه ما ينفعش كان يعمل كده. وما اعرفش ياسمين مدام ياسمين او جوزها كلهم بيمثلوا حلو، ومفروض بيته يكون بيت حلو. يعني الطلاق ده ما ينفعش، ربنا لما يلم ما فيش حد يفارقهم. انا علي انا ما مش مبسوطه. في الاسلام في طلاق اول طلقه وثاني وثالث، لو عملوا واحد مفروض يرجعوا عشان هم لاقين على بعضهم. يعني هم كده حلو ما ينفعش يفارقهم، لانه هم كلهم لزاز وناس زراف وجميل. شفت الجمال الجمال والبساطه والحلاوه وخفه يعني والحب اللي مزروع جواها تجاه ياسمين وتجاه. خد بالك يا استاذ، هنا الفيديو اللي انتوا عملتوه في تليجراف مصر الحقيقه بشكرك عليه اولا، لانه يعني مرح ولطيف وواقعي وصادق من الشارع وصادق. بس في لقطه، في زاويتين اتفضل ادعو حضرتك والساده المشاهدين ان هم ياخدوا بالهم منهم. واحد، تاثير الفن والدراما المصريه. الله عليك، ده اللي انا قلته. يعني صح. انتوا بتتكلموا على سيده كونغوليه من قلب افريقيا، كونغوليه على بعد الاف الاميال في ادغال افريقيا. طبعا هي اكيد ساكنه هنا او شغاله هنا بشكل ما. بس في النهايه انت حضرتك، انا اسف طبعا ما بزعلش منك، لو رحت الارجنتين مثلا. لا لا مش رحت الارجنتين. انت هو سامي عبد الراضي صحفي ومثقف وشخصيه عامه في مصر. قول لي اسم ممثل كونغولي خالص. يعني انا قول مش مثقف وعامل فيها مثقف خالص. وانا لو سالتك واحد من جنوب افريقيا برضو. لا جنوب افريقيا يمكن انت اخترت ابنك عشان اتفرج على مسلسل جنوب افريقيا. طب من كنت فوار. شفت الفكر، شفت اهميه الفن المصري طبعا. انه سيده من الكونغو لها كل الاحترام، قوه الناعمه، طبيعي انها تكون بتتفرج على الدراما الكونغوليه باللغه الكونغوليه كده. صح. ده مش بس دي عارفه ياسمين وعارفه احمد وعارفه مسلسلاتهم وعارفه مش عارف ايه، ولو سالتها على السقا هتقول لك، وسالتها على كريم عبد العزيز هتقول لك. فادي قيمه الفن
والدراما والقوى الناعمة المصرية طبعا. عشان بس اللي بيقلل من ده ادي قيمتها. دي رقم واحد. الزاوية التانية بقى الاهم انه اللي احنا دايما بنفهموش وبنستغرب له انه الخلط اللي عند الرأي العام ما بين حياة النجوم وتمثيل النجوم. يعني هي مصدقة العلاقة اللي كانت ما بين ياسمين واحمد في المسلسل بتاع كان اسمه ايه اللي قولونا المسلسل اللي هو الخديوي وبتاعه مش عارف مش فاكر الخديوي لا كان فيها بينا حاجة بينا معاد بينا مش فاكر مش فاكر لا مش بينا معاد ده بينا معاد ده تاني. المهم المسلسل اللي هو كان بتاع وحش الكون اللي بيقول لها فيه وحش الكون اللي ملوش كبير برافو عليك ملوش كبير. فالشارع بيصدق ده الشارع بيصدق هيقول لك الاثنين اللي احنا شفناهم بيحبوا بعض في الشارع دول ما ينفعش يتخانقوا على الطبيعه صح. فارجو ان الراي العام ياخد من الدرس ده انه يا جماعه ده تمثيل ودي شاشه والناس دي بشر من لحم ودم زينا وطبيعي ان هم يتخانقوا وطبيعي ان هم يفسدوا وطبيعي يطلعوا ملائكه وكل حاجه زي ما بتحصل لنا بمنتهى الاريحيه طبعا. وفصلوا الشاشه عن الواقع يعني. طبعا وهي كمان يعني اضافه للي حضرتك لقطته ورصدته هي قالت انا زعلانه على الطلاق اللي حصل وقدامهم فرصه للرجوع وقالت ان الاسلام فيه ثلاث طلقات صحيح. عملوا طلقه واحده يا فوده يا محمد فوده عملوا طلقه واحده تمام محمد فوده صديقي هو اصل هو كان بيعلق على واحده كنغوليه وازاي عارفه في الاسلام وعارفه الثلاث طلقات فكنا بنتناقش واحنا من دقايق قبل الهوا فقلت له لا عارفه وشاطره ومركزه فهمني فبتقول يعني هي فتح الباب للرجوع يعني قدامكم فرصه تاني وتقالي ترجعوا وهي حبتهم كابل فنفسها انه الكابل ده يفضل موجود مزبوط. ويرجعوا على فكره لو في فرصه للصلح ما بينهم يا رب احنا بنتمنى بس انا قصدي انه ارجو مره تانية وثالثه وعشره الناس اللي بيحصل على الشاشه يبقى على الشاشه تمام لا علاقه له بالواقع تمام طب انا هسالك سؤال وانت شخصيه عامه ومذيع شهير وبقالك 25 سنه في المهنه اتفضل هل حياه الفنانين الشخصيه هي عرضه انها تنقل الى مواقع التواصل الاجتماعي والى الاعلام وخصوصا حالات مثل الحاله اللي احنا فيها الطلاق يعني لو الزواج مثلا وفرحه لا او هكذا بص بس عشان القصه دي يعني حتى بعيدا عن رايي انا هقول لك ماذا يقول الكود الاعلامي ايوه ماذا يقول الكود أيوة. الاعلامي لانه فنان وانه شخصيه عامه فاخباره متاحه مباحه ده اكيد تمام انا كلامي ايه اخباره مش حياته في فرق كبير ما بين اخباري وحياتي ماشي يعني انا هو شخصيه عامه انا لو اتجوزت لازم الناس تعرف تمام ولا قدر الله لو اتطلقت لازم الناس تعرف تمام انجبت ما انجبتش عملت حادثه لا قدر الله او عملت حاجه حلوه او كذا كل دي تدخل في اطار الاخبار تمام. حلو تمام اما علاقتي بزوجتي دي حياتي علاقتي ببناتي دي حياتي تمام صرفت كام في فلوس ما صرفتش كام في فلوس قرض ما خدتش قرض بقبض كام مرتب ما بقبضش كام مرتب بصرف كام على بيتي دي حياتي فهناك شعره زي شعره معاويه كده أيوة. ما بين اخبار المشاهير وحياتهم اللي هي مباحه متاحه واهتمامات الجماهير فيها مسموح بها وما بين الحياه الخاصه اللي تعتبر بيسموها كده حرمه البيوت فاللي يحب يتعدى على حرمتي يتفضل ويشوف بقى اللي هيحصل له تمام لا بس هنا المبادره جايه من الناجمين او من اصحاب الخبر مش لما عرضت الخبر يا استاذ سامي عرضته من منطق ده قلت لهم يا جماعه في خبر جاي من بيقول انه ياسمين واحمد العوضي اتطلقوا واللي اعلن الخبر ياسمين واكد الخبر العوضي بعديها فبالتالي بنقول لهم معلش يا جماعه وربنا يوفقكم في حياتكم المستقبليه كذا وكذا اما اتطلقوا ليه هو عمل ايه ولا هي عملت ايه ده دخول في الاعراض وفي البيوت ارجوكم امتنعوا احسنت عنه. احسنت بتمنى كل الخير لياسمين واحمد وربنا يوفقهم في اي خطوه ليهم ان شاء الله بمناسبة الكونغولية هنروح جنوب افريقيا اللي جنوب افريقيا هذا الاسبوع وتحديدا من الخميس اللي فات وقبل الخميس اللي فات كانت ملء السمع طبعا. والبصر في مصر نجمة وفي العالم في العالم كله مش العالم العربي صحيح. لاول مرة بناء على شكوى تقدمت بها جنوب افريقيا الى محكمة العدل الدولية اسرائيل بتساءل لاول مرة وتذهب اسرائيل وتروج اسرائيل اكاذيبها من داخل محكمه العدل الدوليه صحيح. فتحيه الى جنوب افريقيا وحكومتها وشعبها اللي قدر
يزلزل إسرائيل ويجرجرها حتى محكمة العدل الدولية. موجة كبيرة جدا من التعاطف والتحية والإجلال وكل حاجة حلوة. الاحترام. والاحترام أهم أكيد. حاجة الاحترام طبعا. في اتجاه. بصراحة يا أستاذ سامي. أولا من حيث الإقدام على الخطوة. والتفكير فيها. ثم الإعداد الممتاز لها. شفنا. ثم الإخراج العظيم. بصراحة. يعني أنت بتتكلم على مجرد أن يجي في دماغهم فكرة أن هم يتقدموا بشكوى أو بعريضة لمحكمة العدل الدولية لاتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية، ده في حد ذاته قرار تاريخي بجنوب أفريقيا يستحق عليه كل التحية. ثم أسبوعين اللي خدوهم للإعداد والتحضير بشكل فني سياسي قانوني عظيم بصراحة. ثم عملوا ملحمة قانونية أبهرت حتى الجانب الإسرائيلي. تدرس. يوم الخميس عملوا بريزنتيشن ما كانش ناقص حاجة. كان ناقص بس انه هيئة المحالفين يسقفوا لهم. صحيح. لدرجة انه الراجل الاسرائيلي من كتر ما اتخض من جودة العرض وقع في شبر مية وورقه اتلخبط وقعد يقول لك مين اللي مؤاخذة لعب في ورقي. ايوه. حد في محامي محترم يطلع يقول انا ملعوب في ورقي. انت محامي محترم حد يقول كده انا ملعوب في ورقي. يا راجل عيب. هم ملعوب في اساسهم. والله حاجه تضايق. ملعوب في اساسهم. اساسهم طبعا كله في شنك. تحيه لجنوب افريقيا. يمكن اللي حاصل ده المشهد ده هذا المشهد السياسي بكل ما تحمله الكلمه من معنى تحول الى تشجيع لجنوب افريقيا والناس كلها كتبت احنا هنشجع جنوب افريقيا هنشجع بس جنوب للاسف افريقيا. لما شجعوهم خسروا. لما شجعوهم خسروا من مالي 2-0. فارجوكم يعني سيبوا جنوب افريقيا في حالها. نحييهم ونقف معهم سياسيا ونقدر ونجل هذا الموقف ولكن طبع. سيبوهم في الكوره يعملوا اللي عايزينه. ابوس ايديكم يا تشجيعكم جابهم الارض امبارح. بس بمناسبه الكوره. بمناسبه انا اسف بس عشان الجمله دي واقفه في حلقي ودي نقطه مهمه لانه انت عارف احنا ما بين السوشيال ميديا دي خليط ما بين الجد والهزار والرسائل والدروس. طبعا كل اللي احنا قلناه فيما يتعلق بجنوب افريقيا جد في الاحترام والتحيه والتقدير. وضيفوا للجد جد بقى هنا انه انا دعوتي الحقيقه للدوله المصريه انه جنوب افريقيا دوله تستحق الاقتراب منها كثيرا والشراكه معها كثيرا سواء على المستويات السياسيه والاقتصاديه. جنوب افريقيا اقتصاد واعي وقوي وصاعد بسرعه الصاروخ وكفايه ان هو شريك اساسي في البريكس وهو ضمن الدول ال20 الاقوى اقتصاديا على مستوى العالم. ثانيا انا متابع لسياسات ومواقف جنوب افريقيا في الملفات السياسيه في العالم فيها اتزان وفيها حكمه الحقيقه وفيها رقي. فالحقيقه انا رايي اذا كنا بنبحث عن شراكات وتحالفات فالاولى جنوب افريقيا ان احنا نحط ايدينا في ايديها والقاره تقاد من شمالها ومن جنوبها بشكل محترم. اكيد دبلوماسيتنا المصريه الممتده طبعا. عبر التاريخ وعبر الازمان قادرة على صناعة جسور من التواصل مع كل أفريقيا. ويمكن على مدار السنين اللي فاتت اللي حصل في آخر 8 سنين من تواصل مع دول أفريقية طبعا. كوم وما قبله كان كوم آخر أحسنت. كوم سيء جدا يعني حوالي 23 زيارة أفريقية للرئيس عبد الفتاح السيسي كانت لدول أفريقيا وده أمر مهم جدا. لا كان وزخم وثقل وأهمية وقيمة مصر أفريقيا في أفريقيا اللي كانت مفتقدة طبعا. رجعت بثقلها دلوقتي كانت أفريقيا مهملة طبعا. تماما وكانت بعيدة كل البعد. فتحية لوزارة الخارجية ومن فيها وتحية للدبلوماسية المصرية والقيادة المصرية في هذا الملف. لسه في الكورة. أحسنت. لسه في الكورة يا صديقي العزيز. طبعا في لغط وميكس ما بين السخرية من أداء مصر قدام موزمبيق والحزن على أداء منتخب مصر. إن احنا تخيل موزمبيق دي قابلناها على مدار 38 سنة من سنة 86 لحد النهاردة ما دخلتش فينا جون. 38 سنة ما دخلتش فينا جون. دخلت جونين في 3 دقايق يوم الحد اللي فات. طبعا يمكن انا تبعت ردود فعل كتير من اللاعبين ومدربين قالوا ان الرطوبة مع درجة الحرارة بتؤثر قال لك اللاعبين ما يقدروش ياخدوا نفسهم. تمام؟ وده سببه يعني المغرب اللي هو كسب النهاردة 3-0 من شوية مسافر لكوت ديفوار من 10 ايام ومعسكر هناك من 10 ايام تأقلم على الأجواء. احنا للأسف ما بنفكرش او ما فكرناش ان احنا نسافر بدري ونتأقلم. طبعا انا متفق معاك انه الجو والرطوبة والحر والبرد والسيل والمطر والهرش والكلام كل الكلام ده يعني مؤثر. بس معلش مصر وموزمبيق الكلام ده لما نتكلم على مصر وكوت ديفوار مصر وغانا مصر وكذا فنقول الرطوبة عندنا هما واخدين اكتر لكن مصر وموزمبيق
لا حر ولا برد ولا رطوبه ولا ترمومتر ولا بنادول ولا باسلمول ولا الهواء. بس ولا الهواء. اللياقه بتفرق والنفس بيفرق. اللعبه ممكن خمس دقايق بترفع رجليها يا باشا. ده بعد الجول انت ما جيتش. بعد الجول انت ما جيتش. لا مفيش الكلام ده. لو انا وقعت في اخر تلت ساعه، وقعت في اخر ربع ساعه، وقعت في الشوط، لكن انت الشوط الاول بعد الجون خمس ست دقايق موزمبيق مسكت الكوره وانت بعد كده قاعد تتفرج. لا يعني هو بص، هو انا مبسوط ان اللي حصل ده حصل، انه درس. تمام. اللعيبه اللي نازله بتهزر ومطفيه المكان على اساس ان دول ثلاث نقط في الجيم، عرفوا ان الله حق، وشافوا متهيألي كمان في كل مباريات بقى تونس والجزائر وكذا انه افريقيا تغيرت. تغيرت. ده فرق كبيره كانت بتشيل 7 و8 دلوقتي. لا ناميبيا يا ريس، ناميبيا وجامبيا، ناميبيا اللي احنا كسبناها في اخر كاس العالم 7، كسبت امبارح، كسبت تونس امبارح. صح. افريقيا تغيرت. لا والراس الاخضر ده انت لسه هتقابل غانا بكره. ده غانا سهله. الراس الاخضر دي الفريق كارثي. ربنا يستر علينا. طبعا في لوم على اللي بتختم. في نوم على لوم على محمد صلاح. كل التحيه لمنتخبنا، وان شاء الله نعمل ماتش كويس بكره يا استاذ سامر. باذن الله بكره تبقى المنتدى المصريه ونرجع ندي كارت الذهب لدول القاره الافريقيه باذن الله. انا استمتعت وبشكرك والف سلام عليك حبيبي. ربنا كل التحيه ليك ولجمهورك، ونشوفك ان شاء الله في حلقه السبت باذن الله، وقد عدت الى طبيعتك الى بياض العين. بلاش العين الحمراء. حبيبي يا ابو سمسم، ونورت مكانك، ودايما بنسعد بوجودك وطلاتك، وكل التوفيق كمان ليك وللزملاء في موقع تليجراف مصر. شكرا جزيلا.